بسبب الهواجس اللي بقت عند الناس خصوصا اللي شغالين في جهات حساسة، هتلاقي أغلبهم قرروا إنهم يبعدوا عن الأجهزة اللي ممكن تدخل على الإنترنت أو فيها واي فاي أو حتى ليها برامج منتشرة زي التليفونات النوكيا أو أي تليفونات قديمة، متخيلين إن التليفونات دي أأمن من التليفونات الحديثة. في الحقيقة ده كلام ممكن يكون صح، بس مش بنسبة كبيرة، يعني ما ينفعش تعتمد عليه كأسلوب حماية فعال. مش معنى ان حضرتك معاك تليفون قديم فانت آمن، بالعكس ده ممكن يكون مليان ثغرات لا تتخيلها. ومش معنى انه ما بتدخلش على الانترنت يبقى انت في امان، عشان اي جهاز متصل بشبكة في الحقيقة هو مش آمن بنسبة كبيرة. فعليا انت حميت نفسك من الهجمات اللي معتمدة على تطبيقات بتتحمل من الانترنت او هجمات ليها علاقة بالواي فاي. غير كده انت ما عملتش اي حاجة، بالعكس ده تليفونك ده وسيلة سهلة جدا للتجسس عليك، خصوصا لو اللي عايز يتجسس عليك عارف مكانك او عارف مكان شغلك او عارف انت ساكن فين او انت مين. طبعا انا عارف ان في ناس كتير جدا اتصدمت لما سمعت الكلام ده، بس في الحقيقة انا لسه ما صدمتكش خالص ولا لسه قلت اي حاجة، احنا لسه بنقول يا هادي. وعشان كده انصحك لو عايز تفهم الموضوع اكتر تجهز ورقة وقلم كده وكوباية شاي وتقعد تكتب الكلام اللي احنا هنقوله النهاردة، عشان مش هتلاقيه في اي حتة بسهولة وبالعربي. وحاول تتفرج على الحلقة اكتر من مرة على يوتيوب.